هل تعتقد أننا سنلحق به؟ أم سنستمر في تلك الرحلة إلى الأبد؟ لا أعرف. لقد عرفت أبا عمر منذ زمن طويل. وأنا أيضا منذ سنين كنا نتدرب سويا، ولكنني عرفته قبلك، فقد أتى به الشيخ الكبير أحبه وقدره، وقال أن انضمامه إلينا بمثابة نصر من الله للإسلام والجماعة. كيف أخفق ظن الشيخ إلى هذا الحد؟ ولكن أبو عمر كان نصرا ثم انقلب عدوا شر عداوتي. صار عدوا عندما حكمنا على ابنه بالموت، لأنه خائن. ولو؟ وهل سيحب ابنه أكثر من محبة إبراهيم لولده إسماعيل؟ ولكن إبراهيم لم يقتل ابنه. كان سيفعل. ثم؟ أتت رحمة الله. لم يذكر في كتاب الله أن أبا قد قتل ابنه أو راضي بموته. دائما ما تحول رحمة الله، ولعلها رحمة الله الآن هي التي أنقذت هذا الطفل. هل أنت متعاطف معه؟ بالطبع لا، فلقد قتل الشيخ حمزة وهذا يكفي، ولكني لا أرى إثما في أن يصبح عدوا كي يحمي ابنه. ربما. هل ستقتله؟ لو كان على مرأة من بصرك هل ستقتله؟ إنما أفكر فيه، هل سيقتلني هو؟ ظننت قديما أنني أعرفه وأنه تلميذي، أما الآن فلا. تتحدثين عن الشيخ حمزة؟ تتحدثين عن أبي عمر؟ نعم. رأيته مرة أو اثنين في أفغانستان، تذكرته حين رأيته أمام مقر الشيخ حمزة. كيف كان وقته؟ متى؟ في أفغانستان. وقتها كان كل شخص منا مدينا له بحياته، فلقد أنقذنا من الموت مرة واثنين وثلاثة. ومتى صار خائنا؟ حين هرب. أخبرني بذلك أبو عبيدة كثيرا. إن الهروب من الحرب الكبرى فهي خيانة حتما. حين ترك الجماعة قبل الحرب لم يعد ليأخذ ابنه، تركه مرات ومرات. ماذا كان يفعل؟ لا أحد يعلم، كان صامتا طوال الوقت.